وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية، ما هي السيناريوهات المتوقعة للرد الإيراني خلال الساعات القادمة لربما بحسب التصريحات؟ مساء الخير على حضرتك أولا وعلى جميع السادة المشاهدين. وقبل أن أتحدث عن السيناريوهات المتوقعة من الرد الإيراني، خليني بس أقول لحضرتك إن خلال 24 ساعة الأخيرة منطقة الشرق الأوسط وتحديدا ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية وال حالة الدعم والإسناد المقدم لحزب الله فجعلت المنطقة كلها في مرحلة حبس الأنفاس. احنا الان في حبس الانفاس. لو بصينا الى اسرائيل تتحدث عن معلومات مؤكده على لسان وزير دفاعها يوآف جالانت ولكن المتحده الامريكيه بان هناك رد ايراني قريب ومرتقب وغير مسبوق، وان امريكا تؤكد دفاعها عن اسرائيل بشكل كامل، والاليات والقطع العسكريه والقطع البحريه تحركت الى منطقه شرق المتوسط الخليج العربي لتنضم ابراهام لينكولن من حوالي اسبوع وتذهب اليها مجموعه الحامله لتصبح هناك دويت ايزنهاور ابراهام لينكولن. المنطقة تعج بالآليات والبحرية الأمريكية. لو بصينا لقينا كير ستارمر في بريطانيا يتحدث إلى إيران ويعرب لها عن قلقه البالغ إزاء ردهم المرتقب. إيران نفسها تبلغ الصين بأنها لها الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات وترتيبات للرد على ما حدث باغتيال إسماعيل هنية زعيم مكتب سيد حركة حماس داخل أراضيها في طهران. المنطقة كلها الآن على 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 فتيل على فتيل على وشك أن يشتعل، وبالتالي إن حدث رد من إيران خلال هذه الفترة القريبة، نتحدث عن 24-48 ساعة، فالسيناريوهات ردا على صار حضرتك قد يكون كالآتي. أتصور أن إيران ستبدأ في الأساس بأذرعها التي تتمثل في حزب الله وأنصار الله الحوثي في اليمن، حزب الله في جنوب لبنان، وفصائل الحشد الشعبي الموجودة في العراق. قد يكون هذه هي البداية من وجهة نظري العسكرية، ارتباطهم بقرب حزب الله أو أنه جار متاخم شمالي للحدود الشمالية الإسرائيلية، هو المتاخم الشمالي لهم، وأيضا العراق قريبة، وحزب الله أنصار الله الحوثي إلى حد ما مسافة تصل إلى حوالي 2000 كيلومتر. يبدأوا الأول كأزرع عسكرية تعمل إيران، هم الكل في كفة واحدة، ثم نرى ما تقوم به إيران إن صدقت في هذا الأمر الذي حبسنا لأجله الأنفاس، وعلى ألا يكون مثلا مثل ما حدث في شهر أبريل من حوالي 400 مسيرة على صاروخ على طائرات حركت مسيرات وفي الآخر محصلة الضربة صفر. إذن ننظر أيضا إلى حماس في الطرف الآخر، لما تتحدث عن الهدنة المقترحة من الجانب المصري الأمريكي القطري، نحن نعقد المفاوضات مرة تانية في يوم الخميس القادم يوم 15 أغسطس، ونجد حماس تقول لا فلنعد المربع صفر ونحن موافقون على شروط بايدن. أصبح الموقف الآن في تضاد شديد، الجميع يخرج عن المركزية وتحول لأطراف، فلننتظر ونرتقب ما سيكون، ولكن واضح أن في أمر حيحدث خلال 48 ساعة الجاية. نعم، مصر حذرت على الدوام ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة من لربما التصعيد في المنطقة، ما سيحصل وما ستقول له المنطقة في حال استمر العدوان على قطاع غزة والتصعيد مستمر ومتواصل. ما هي تداعيات ما يحصل اليوم على استقرار المنطقة الذي استشرفته مصر منذ البداية؟ هذا حقيقي. فلطالما كانت السياسة المصرية تجاه هذا الأمر هو في الأساس ضبط النفس والسعي الحثيث والجاد تجاه مسارات الهدنة والمفاوضات التي لا بديل عنها لمن يعي استراتيجية ويعي سياسة ويعي عسكرية ويعي موازين قوة، لا بديل عن هذه السياسة. مصر وضعت هذه السياسة وتسعى مع كافة الأطراف وتتحرك من هنا إلى الدوحة لأمريكا إلى داخل غزة إلى الوسطاء إلى هذا الأمر. إن لم إن 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 قامت هذه العملية العسكرية ضد إيراني قد تنفلت الأمور. الأمريكان في الحقيقة أكدوا وبشدة دعمهم الكامل لإسرائيل حالة استقبالها ضربة من إيران،
فتداعيات الموقف ستكون اولا خساره على الجميع، والكل ستطاله يعني نوع من الانتكاسات يمكن في غير تقديراتهم الاستراتيجيه، لا اسرائيل ولا حماس حتى ولا ايران. واتصور ان ايران كمان يعني ان وجهت الضربه ستوجهها بحرص، يعني خوفا من ان تجر رجل الولايات المتحده الامريكيه الى ما يعني ما هو اكبر من طاقه تحمل ايران نفسها. فاذا يعني مره اخرى ان كان هناك يعني عقل رشيد لدى المتصارعين اذهبوا الى طاوله المفاوضات. هذا ما تسعى وراءه مصر منذ بدايه الازمه، هذا ما تفعله مصر يعني في محاوله لحقن الدماء وادخال المساعدات للفلسطينيين وايقاف الضرب على المدنيين ومحاوله احتواء واغلاق هذا الفتيل المشتعل في دائره قبل ان يصل الى ان ينفجر الموقف كلهم للداخل.